إدارية التعليم المهني في كركوك اليوم معرضها السنوي الحادي عشر تحت شعار التعليم المهني علم وحرفة وضمان لمستقبل أبنائنا برعاية الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك. وثمن محافظ كركوك خلال حفل افتتاح المعرض جهود مديرية التعليم المهني وجميع العاملين في المديرية العامة لتربية المحافظة، مؤكدا أن إدارته ستعمل على جعل المحافظة من أجمل محافظات العراق ومدن المنطقة، مشددا على أنه بالإعمار والازدهار والتكاتف والعمل المشترك سيتم التصدي للإرهاب وفرض القانون على الجميع. وأشار الدكتور نجم الدين كريم إلى حصول تطور في النتاجات المهنية إذ ما قورنت بالمعرض السابق، مضيفا أن المعرض شامل وواسع وعكس وحدة وتعاون جميع مكونات كركوك. فارس الماجد حضر المؤتمر وحضر هذا المعرض وأوفانا بالتفاصيل التالية. برعاية الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك، افتتحت مديرية تربية كركوك قسم التعليم المهني المعرض السنوي لنتاجات الطلبة، وبحضور معاون مدير عام تربية كركوك ورؤساء الأقسام المهنية، وبمشاركة 21 إعدادية مهنية بنين وبنات. قدموا الطلبة نماذج علمية متطورة تدل على المستوى العلمي القيم لأبناء كركوك. اليوم ما شاء الله القاعة مزدحمة بصورة جيدة لتثمين جهود التعليم المهني في كركوك، وأنا أشكر جميع الأخوة الذين نظموا هذا الاجتماع الكبير، ولضيق القاعة وعدم الإطالة بالموضوع أرى أنه من الأحسن أن لا نقضي وقتنا بالكلمات، ولكن هذا هو منظر آخر من مظاهر كركوك عندما يتمكن مواطنينا وطلبتنا من إبداع مهاراتهم. أشكركم جميعا على ما عملتم، وسوف نعمل معكم لنجعل من كركوك من أجمل وأكبر وأحسن المحافظات، ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة بأجمعها. اليوم تم افتتاح معرض الوسائل التعليمية لمديرية التعليم المهني التابعة لمديرية العامة لتربية كركوك، التي تم افتتاحها من قبل الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك. هذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام السيد المحافظ بعملية تربوية وبالتعليم المهني وبنتاجات الطلبة التي تضمنت قسم الدراسة الكردية، أيضا كانت لهم حصة كبيرة في هذه النتاجات. فنحن كمدير عامة تربية كركوك نثمن جهود إدارة التعليم المهني بإقامة هذا المعرض السنوي الرائع. مشاركة الطلبة بأعمالهم العلمية خطوة جادة، حيث تستثمر الجهات المعنية رعاية تلك المواهب لتأخذ مكانها الصحيح وتساهم في بناء كركوك في المستقبل القريب. أنا طالبة من الفنون، من قسم الفنون، من إعدادية الزهراء المهنية. هذا المعرض الـ 11 قدمه مديرة المدرسة والتعليم المهني. نقيم معرض كل سنة ويا المدارس البقية بحضور المدرسات والأساتذة التعليم المهني، نسوي أعمال يدوية وخيرية. أهلا وسهلا بكم. رعاية إدارة محافظة كركوك لبراعم العلم ودعم عجلة العلم يسهم برفع الهمم وزرع الثقة في نفوس المبدعين من جيل الشباب للمشاركة في مسيرة البناء والإعمار للمحافظة. فارس الماجد، فضائية كركوك. أدانت